كنت بشد الفرصة كانت عمودية على المساحة. معايا يا شباب؟ معاك كده. تمام. يبقى في الشير القوة مش عمودية زي ما انت شايف. لو اعتبرنا ان المساحة اللي هي البنفسجي اللي جوه دي هي هي اللي بره، الفرصة بتاعتي هتبقى مماسية ليها. لو انا زقيت ده لورا وطلعت ده لقدام هيحصل قص على الخط اللي انا بمشي عليه ده، يبقى القوه بتاعتي مماسيه للسطح اللي ايه اللي بتاثر عليه. نفس الموضوع برضو في الكاميرات زي ما هنشوف، لو انا بزق من فوق ومن تحت الكاميرا بتاعتي بتتقص. لو زحزحت الفرس ده هوت للمساحه هتلاقيها مماسيه ليه. يبقى في اجهاد القص تكون الفرص المؤثره مماسيه للمساحه اللي بتاثر عليه، عشان كده بيسموها تانجنت فورس او تانجنت ستريس، اجهاد مماس. لكن في الشير في التنشن والكمبريشن والبندنج كنا بنقول عليهم ايه؟ نورمال ستريسز، اجهادات عموديه. عموديه ليه يا دكتور؟ لان الفورس كانت عموديه على المساحه اللي بتاثر عليها. طيب الغرض منه ايه بقى؟ يعني انا بعمل الشير تيست ليه؟ في بعض الجلو اللي هو اللي عارفين انتوا الجماعه اللي بيشتغلوا في الخشب بيستخدموا بعض اللواصق، الماده اللازقه اللي موجوده دي، بيختبروها ازاي؟ بيجيب بلتتين زي ما انت شايف كده ويحط الماده اللازقه بينهم، يلزقهم في بعض يعني، ويبدا يشد في قلب مكنه الاختبار، يشد من فوق وتحت. هتلاقي الفرصه ديت لو نقلتها للماده اللاصقه اللي هنا ديت يبقى ايه؟ مماسيه ولا عموديه؟ مماسيه. مماسيه تبقى شير. يبقى هو بيختبر الماده اللاصقه لانها هتشيل شير فورس، هتشيل قوه قص، هتشيل قوه قص. ممكن اعمله سنجل زي ما انتم شايفين كده لاب جوينت، يعني وصله تركبيه، او اعمل دبل لاب جوينت بالشكل ده، بحط لازق فوق وتحت والزق الثلاثه دول في بعض، وبعدين ابدا اشد من فوق ومن تحت. لو ده اتحرك لتحت هيقص لي هنا وهنا. معايا يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام. في برضه بستخدمه في الريفتس. لو انت شفت الرسمه اللي فوق ديت هتلاقي ايه؟ بليت وبليت وداخل ما بينهم مسمار، مسمار البرشمه. ده هتاخدوها في التصميم. لما بشد البليت ده والبليت ده المسمار بيتقص في النص نتيجه قص، نتيجه حصل شير على مساحه المقطع بتاعته اللي هي عباره عن دايره. معايا؟ وبستخدم اختبار القص او اجهاد القص في معظم التصميمات بتاع الميتال يا جماعه، لان زي ما هنشوف تحمل الميتالز للقص تقريبا نص تحملها للشد. تاني، تحمل المعادن للقص نص تحملها تقريبا للشد. معناها ايه يا دكتور؟ لما تكون الماده بتاعتي الستيل مثلا قوي في الشد، لو انا عملت التصميم بتاع العمود بتاعي على انه شد هيشيل شد، بس ممكن يحصل فيه ايه؟ ها؟ ينكسر نتيجه ايه؟ نتيجه القص، عشان انا لسه بقول المعادن ضعيفه في القص وقويه في الشد. فلما اجي اصمم ما اصممش على تنشن، اصمم على شير. ليه؟ لو شال اللي هو ضعيف فيه اكيد هيشيل اللي هو ايه؟ قوي فيه. فمعظم المسامير والبيمز والالواح اللي انا بستخدمها في العمليات الانشائيه او عمليات التصنيع بتتعرض لقص اثناء التحميل. فمهم قوي ان انا اعرف الاسترنس بتاع الماتيريال في القص عشان ابدا التصميم بتاعي عليه. مفهوم يا شباب؟ تمام. حد عنده سؤال لغايه حالا؟ لا يا دكتور. تمام. تمام. طب تعالى نشوف الشير ستريس عباره عن ايه. احنا قلنا القوه بتبقى ايه؟ ممثيه للمساحه، صح؟ القوه بتاعتي اهيت ممثله للمساحه زي بالظبط حدين المقص اللي عندك في البيت. بيحصل قص على المقطع المستعرض للايه؟ للورقه اللي انت بتقصها. فالفورس بتاعتي ممثله للمساحه. يبقى لو قسمت الفورس على الاريا، الفورس بتاعتي على الاريا هيطلع لي اجهاد. طيب الاجهادات في النورمال ستريسز كنا بنسميها السيجما او الاس، لكن في الشير بيسموها تاو. يبقى التاو كشير ستريس بيساوي الفورس مقسومه على الاريا بتاعتي.
يبقى ده الاجهاد. يبقى الاجهاد اللي موجود في القص يا جماعه في دايركت شير بيساوي الفورس على الاريا. الاريا اللي هو اللي الفورس ممسيه ليها. يعني انت لو ماسك كتاب وبتقصه بالمقص المقطع بتاع الكتاب نفسه اللي تقدر منه تعد عدد الصفحات هو ده المساحه بتاعت اللي بتاثر عليها الفورس. يبقى فورس على الاريا. طيب انواع الشير ستريس بقى او انواع الشير تيست اللي ممكن تتم. بص معايا كده، في حاجه اسمها سنجل شير تيست، ده بيتم للصلب الانشائي بتاع حديد التسليح او الشيتس البلتات اللي بتطلع يتصنع منها الصاج بتاع السيارات، بثبت العينه بتاعتي اهيت اكنها في المقص بتاع الصاج بالظبط، وبثبتها وبنزل بالبانش اللي فوق ده بحيث ان هو يقص لي عند الخط اللي انا ماشي عليه ده في البوينتر. الخط ده بيمثل له المساحه دي اللي هو المستطيل ده يا جماعه اللي انا ماشي عليه ده، هو نفس المستطيل ده هنا، وبسيب خلوص ما بين راس المكنه بتاعتي والضاي اللي انا ماسك فيها العينه، عباره عن 5 من 1000 بوصه. ليه؟ عشان الاحتكاك ما بين الفك بتاع المكنه وما بين الضاي ما يدخلش في الحسابات، لازم يبقى فيه خلوص. طيب الخلوص ده لو زاد يا جماعه ممكن ايه اللي يحصل؟ يعني لو خليته 1 بوصه 2 بوصه هتفرق في ايه؟ سؤال. بندنج لجزء منها. الله ينور عليه. البندنج هيدخل معاه في الحساب. لان انا لو الفرصه بتاعتي اتحركت لبره شويه كده بقى لها دراع اللي هو بعدها عن نقطه التثبيت، فبقى فيه بندنج مومنت ام. لا ده انا عايز اعمل دايركت شير معايا بحيث ان البندنج ما يدخلش معايا في الحسابات. فبعمل خلوص بسيط بس بحيث ان الايه؟ الهيد بتاع المكنه ما يلمس الضاي بتاعتي اللي انا ماسك فيها العين. ده بيسموه سنجل. سنجل ليه؟ لان مساحه واحده اللي انا بعمل عليها قص، هي واحده بس اللي هي هنا. لكن لو انا مسكت العينه بتاعتي من اليمين ومن الشمال وسبت الخلوصات بتاعتي يمين وشمال العينه ونزلت بالهيد بتاع المكنه بقى في قص على خط اهوت وفي قص على خط هنا كمان. خطين اثنين معناها ان في مساحه هنا اتقصت وفي مساحه هنا اتقصت، فبيسموه دبل ايه؟ دبل شير. معايا كده ولا ايه؟ شباب تمام. القص مهم جدا يا جماعه، لان التصميم الاستريس اناليسيس الماده الجايه الترم الجاي ان شاء الله، لا السنه الجايه ترم اول في انتاج قايمه كلها على الـ على الـ على القص ومقاومه المواد كماده. بعد كده هتاخدوا تصميم باور وانتاج كله قايم على فهمك لمقاومه المواد. فاللي مش فاهم حاجه يقول انا عندي قص هنا سنجل ودبل. سنجل ليه؟ لان مساحه واحده اللي بتتقص. دبل لان في مساحتين، في مساحه هتبقى يمين راس المكنه وعلى الشمال. طب نشوف هنا اوضح شويه. لو انا عملت لاب جوينت لوحين ساق حطيتهم على بعض وعملت فيهم ثقب وثبت فيهم مسمار البرشام، مسمار البرشام ده بيتعمل له فورمنج يا جماعه. فورمنج ازاي؟ بيبقى له راس واحده وبسخنه ده هو ستيل، وبعدين ادخله من هنا وضاي بتنزل من فوق وضاي بتبقى موجوده من تحت، وبضغط اقوم مشكل راس فوق وراس تحت. معايا كده؟ دي عمليه البرشمه، وبتشوفها في الالمونتال اللي هو اللي موجود في المطابخ عندكم. بس طبعا ده بيبقى الومنيوم فما بيحتاجش تسخين، لكن في الاستراكشر في الكباري بيبقى ستيل فبيحتاج اسخنه مثلا 700 800 على حسب السبيكه، وبعدين بعمل هوت فورمنج عشان اشكله. خلاص لو انا شديت بقى البليد ده والبليد ده، ده راح ناحيه الشمال وده راح ناحيه اليمين، المسمار هيتقص في المساحه دي ولا لا؟ صح ولا لا؟ ها؟ اكيد يا دكتور. تمام. يبقى ده سنجل ولا دبل شير؟ سنجل لان هي مساحه واحده، انا مشيت على خط واحد، يبقى هيتقص في مساحه واحده اهو تحت اللي هي بايع على الاربعه دي تربيع مساحه المقطع بتاع المسمار. طب لو انا عملت بقى باد جوينت زي ديت، بليت اهوت وبليت اهوت عايز اوصلهم ببعض، قمت حاطط بليت وسيط فوق وبليت وسيط تحت وعملت توب فيهم الثلاثه وحاطط مسمار ومشكله، وعملت توب برضه هنا فيهم وهم الثلاثه وعملت مسمار وشكلته، وجيت اشد يمين وشمال بقى في قص فين بقى؟ ده قص فوق اهوت 1 2 يبقى ده دبل ايه؟ ها؟
دبل شير. دبل شير معايا. يبقى الدبل شير الاصل بيتم في مساحتين، السنجل شير الاصل بيتم فين؟ في مساحه واحده. صح. يبقى دي انواع الشير اللي موجوده، انواع الشير ستريس او انواع الشير تيستينج، سنجل وايه دبل. في جماعه بتوع مدني بقى بتوع السويل اللي هو بيروح يجس التربه قبل ما يبدا البناء عليها عشان يشوف الاسترنس بتاعها عامل ازاي، احد الاختبارات اللي بتتم على التربه انه بيعمل السويل شير تيست، جهاز مخصوص لكده، يجيب عينه من التربه ويضغطها في اسطمبه كده بحيث انها تبقى زي قالب الطوب كده ماسكه نفسها، وبعدين يحطها في قلب الجهاز ده ويشوف قوه القصر شكلها عامل ازاي، بيقوم مسلط عليها ايه قوه ممسيه للمساحه بتاعتها اللي في النص، ويشوف اللي هتتقصر عن الفرصه قد ايه عشان يقدر ياخد انديكيشن عن قوه القص اللي تقدر تشيلها التربه دي او ايجاد القص للتربه. ده برضو نوع من انواع اختبارات القص. الخشب بيتعمل عليه برضو اختبارات قص. معايا؟ مفهومه يا شباب؟ مفهومه يا دكتور. تمام. طيب تعالى بقى نشوف معظم الشافتس اللي احنا هناخدها في التصميم بعد كده بتبقى ممثله اكنها بيم، يعني الاعمده اللي شايله طارات وشايله تروس معايا كده بتبقى عباره عن بيم، بعبر عنها ببيم اكنها كاميرا ومتثبته من الطرفين بالبيرنج اللي هو رمان البيل وبيلف في مكانه، فبيبقى عليه حمل. الحمل ده ممكن يكون ايه؟ بيندنج. طيب ما هو العمود يا دكتور بين التورك صح؟ مش العمود بين الباور يا جماعه؟ بين القدره، واحنا عارفين ان القدره بتساوي اوميجا تي سرعه الدورانيه مضروب او سرعه الزاويه بتاعتي مضروب في التورك تي. طب ما هو التورك ده بيعمل ايه؟ مش ده بيعمل تويست برضو؟ يبقى هنشوف قدام حاجه اسمها تورشن دلوقتي ان ممكن برضو تعمل لي شير، لكن في الدايركت شير اللي احنا بناخده دلوقتي اي بيم متثبته من الطرفين وعليها فرس في النص، الفرصة دي هتعمل لي قص على الايه؟ على الكاميرا بتاعتي. طيب عايز اشوف قوه القص واجهاد القص ده ايه العلاقه بينهم؟ ايه توزيعه على المقطع؟ يعني هل فوق على السطح هنا زي تحت زي في النص؟ فاكرين توزيع البندنج يا شباب؟ يا دكتور تمام. كان البندنج كان ماكسيمم فين وزيرو فين؟ كان ماكسيمم عند السطح فوق وكان زيرو عند السنتر لاين. الله ينور عليه. ليه؟ نفتكر مع بعض كان السيجما بتساوي الام في الواي على الاي، الام ثابت الاي ثابت الواي هو اللي متغير، كنا بنقول الواي هو البعد عن محور الخمول. لو انا عندي دايره نراجع ده مع بعض برضو، بص معايا كده، لو دي الكاميرا بتاعتي وده محور الخمول بتاعها في النص وعليها بندنج، يعني المقطع ده عليه بندنج. بندنج يعني ايه؟ يعني الكاميرا بتاعتي اهي الاصليه ومتثبته من الطرف ده ومتثبته من الطرف ده وفي فرصة في النص بتضغط عليها معايا، يبقى ده البندنج بتاعي. لو انتوا فاكرين كنا بنقول توزيع البندنج كان بيبقى عبارة عن مثلث، كان ماكسيمم عند السطح العلوي ها، كنا بنقول السطح اللي فوق ده عليه اكبر اجهاد شد واللي تحت اكبر اجهاد ضغط على حسب اتجاه البندنج بتاعه، لكن في النص هنا ما حصلش حاجه، كنا بنسميه نيوترال ايه ها؟ اكسس، نيوترال اكسس. يبقى انا عايز اشوف نفس التوزيع ده في الشير شكله ايه، هل السطح اللي فوق عليه ماكسيمم وتحت ماكسيمم وفي النص صفر؟ ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. يبقى انا عايز اشوف التوزيع بتاعي او الشير في الكاميرا بتاعتي نتيجه الترانسفير لود اللي هو التحميل العرضي بتاعتي هيبقى شكله عامل ازاي. يبقى لو انا اعتبرت الكاميرا بتاعتي بالشكل ده، خدت حته من الكاميرا هنا كده قمت قاطع حته من الكاميرا وحطيتها هنا بالشكل ده، يبقى انا خدت حته من الكاميرا بتاعتي دي اهي اللي انا قطعتها دي،
وده النيوترال اكسس بتاعها، يعني اللي انا قاطع فيه في اتجاه الطول ده بالنسبه لي اللي انا ماشي عليه ده. ابين لكم البوينتر بس، سنتر لاين ده السنتر لاين بتاع الكاميرا، يعني الكاميرا بتاعتي ممتده ناحيه اليمين والشمال، يعني واخد حته من الطول ماشي. الحته دي هاخد جواها دلتا اكس طول، يعني المسافه من هنا لغايه هنا دلتا اكس، وبعدين هاخد شريحه جوه الطول ده اللي هي مظلله دي. لو انت عملت بندنج على الكاميرا ده يا جماعه، مش انا بقول ان البندنج بتاعك كانت رسمته عامله ازاي. عايز ارسم لكم هنا مش ده كان توزيع البندنج، البندنج مومنت دايجرام. عشان رسمناه المره اللي فاتت في البندنج كان زيرو عند السبورت يمين وشمال، وماكسيمم فين؟ ها في النص، صح ولا ايه؟ تمام صح ولا ايه؟ مش كان متغير، كان بيجي من الصفر عند السبورت، وكل ما بتحرك ناحيه النقطه اللي بتاثر عندها الفورس كل ما البندنج يزيد. طيب البندنج بيزيد بس الكاميرا بتاعتي ما بتلفش، يعني الكاميرا لازم تكون متزنه عشان ما تلفش من مكانها. طيب طالما البندنج بيزيد، امال ايه اللي بيدعم الكاميرا بتاعتي اللي بيعملها ستابيليتي؟ الشير فورس الداخليه. هو انت لو جيت ضغطت على الكاميرا بتاعتك دي يا جماعه من هنا، مش هيحصل فيها بندنج؟ هتاخد الديفليكشن بالشكل ده صح، هيحصل فيها ديفليكشن. احنا بنقول ان الاسطح الداخليه اللي فوق دي طولها هيقل، صح ولا لا؟ تمام. طيب والاسطح السفلى، السطح السفلي ده طوله هي ايه؟ هيزيد. جميل قوي. طب الطبقات ده هيحصل بينها ايه؟ هيحصل بينها قص. لما تكون انت حاطط مادتين اتنين، لو انت ماسك كتاب كده، امسك كتاب في ايدك واتنين، هتلاقي الورق بيتزحلق على بعضه، صح ولا لا؟ ايوه. جميل قوي. يبقى جوه الكاميرا بتاعتي في لايرز، اللايرز دي هيحصل ما بينها ايه؟ قوه قص، شير. يعني لو انت خدت الشريحة المنقطة الصغيرة دي وقلت من الناحية دي عليها بندنج مومنت ام، لما اتحركت مسافة دلتا اكس، ها البندنج مومنت تبقى ام زائد دلتا ام زادت بمقدار دلتا ام. مفهومة الحتة دي؟ ايوه تمام يا دكتور. مش احنا قايلين ان البندنج ما هو ثابت، البندنج بيتغير لغايه ما يوصل للماكسيمم في النص. فانت كل ما تتحرك مسافه كل ما البندنج يزيد، كل ما البندنج يزيد. فلو انت خدت على ناحيه على الشمال الشريحه ديت ام، فاكيد على 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 يمينها هيبقى ايه؟ ام زائد دلتا ام، صح؟ تمام. طيب لو بصيت في السايد فيو من هنا بقى بالشريحه بتاعتك بالشكل ده، الشريحه بتاعتي دي بتبعد واي عن محور الخمول ماشي، ومساحه المقطع بتاعها ايه او دلتا ايه؟ فهاجي اقول والله ده هنا في فورس، هنا في سيجما كنورمال ستريس سيجما، لكن لما اتحركت الناحيه الثانيه نتيجه زياده البندنج بقت سيجما زائد ها دلتا سيجما، صح ولا لا؟ مش البندنج زاد بمقدار دلتا ام؟ تمام. يبقى الاجهاد النورمال هيزيد بمقدار دلتا سيجما. طيب السيجما دي هتشيل السيجما ديت، مفيش مشكله. امال الدلتا سيجما دي ايه اللي هيشيلها بقى؟ ها القص اللي موجود ما بين اللايرز، السطح السفلي والسطح العلوي للشريحه هيحتك مع الشريحه اللي فوقيها والشريحه اللي ايه اللي تحتيها، زي 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 ورق الكتاب كده. زي ما بقول لك لو انت تنيت كتاب كده هتلاقي في احتكاك ما بين اوراق الايه الكتاب، هو ده الشير ستريس اللي جاي من البندنج. معايا يا جماعه؟ طيب الكاميرا بتاعتي لو عرضها زد، ده الويدث بتاع الكاميرا بتاعتي، فلو عرض الكاميرا زد اللي هو لو بصيت من هنا كده بالسايد فيو تشوف الشكل ده، العرض بتاعي من هنا لغايه هنا زد، حلو. عايزين نشوف بس فروض عشان استنتج القوانين. اول حاجه بعد ما شفت الشكل اللي فات ده هنفرض
ان الاسترس توزيعه منتظم، لان لو مش منتظم هدخل في معادلات تانية، فانا اعتبره توزيع منتظم على الايه، على المقطع كله. هفرض برضو ان وجود الشير مش هيأثر على النورمال ستريسز، يعني مش هيزودها ولا هينقصها في مقاطع، هيفضل ايه ثابته برضو. النورمال ستريس هتفضل ايه، توزيعها ثابت. فانا هقول ايه، الشريحة بتاعتي زي ما احنا قلنا، امثلها لكم على الوايت بورد كده. دي الشريحة بتاعتي اللي انا واخدها، معايا يا شباب؟ السطح اللي فوق ده يا شباب، السطح اللي فوق ده، السطح اللي فوق ده والسطح اللي تحت بتاع الشريحة عليه شير. لو انت عملت بندنج من هنا وبندنج من هنا تنيتها، ايه اللي هيحصل؟ هتحتك مع اللي فوقها واللي تحتها. السطح اللي فوق ده بقى مساحته قد ايه؟ لو ضربت المساحة بتاعتي دي في اجهاد القص اللي موجود، لو ضربت تاني المساحه بتاعت اللي فوق في جهاد القص، يديني الشير فورس اللي موجوده ولا لا؟ مش احنا بنقول التاو بتساوي فورس على اريا كاجهاد قص؟ يبقى انا عايز الفورس بتاع الايه، الشير، اقوم ضارب اجهاد القص في مساحه المقطع بتاعتي. طب احنا بنقول الورق بيحتك فوق وتحت، لو تنيت كتاب كده الاحتكاك بيحصل فوق الورقه وتحت الورقه، يبقى لو انا جبت مساحه الورقه اللي فوق وضربتها في الاجهاد اللي موجود، يديني الفورس اللي موجود عليه. معايا؟ ده اللي موجود عندنا هنا اهو. لو انا ضربت التاو اللي موجود على الشريحه بتاعتي، ها، في العرض، ما هو المسافه من هنا لغايه هنا هو زد، في الطول وانا عايز اخد المساحه الداخليه، شايف المساحه اللي انا ماشي عليها دي؟ لو انا مشيت كده وبعدين زد وبعدين دلتا اكس وبعدين قفلت بزد، تبقى دي المساحه السطحيه اللي عليها شير. مفهومة يا شباب الحتة دي؟ لازم تكونوا فاهمينها. تمام. تمام كده؟ لو انت تنيت الورقة زي ما قلت لك وانت شغال على الكتاب كده، المساحة السطحية بتاع الورقة والسفلية هي دي اللي عليها شير. يبقى انت لو ضربت اجهاد القص اللي موجود في مساحة القص اللي هي المساحة السطحية للورقة، عبارة عن عرض العرض بتاع الكتاب في طوله. العرض هنا عندي زد، والطول هو عبارة عن طول الشريحة الصغننة الدلتا اكس. ماشي كده؟ ده هيساوي ايه بقى؟ هيساوي حتة السيجما اللي زادت في الاريا بتاعتي، صح ولا لا؟ ها؟ الناس معايا ولا ايه؟ معاك يا دكتور. تمام، طب ما انا عارف اصلا ان السيجما بتساوي الام في الواي على الاي، يبقى الدلتا سيجما هتساوي دلتا ام اهي في الواي على الاي، شيلها من هنا بقى وحط القيمة بتاعتها دي. شيل الدلتا سيجما وحط القيمة بتاعتها، دلتا ام معدل التغير في المومنت اللي حصل، حته المومنت اللي زادت مضروب في الواي على الاي، ده قانون السيجما العادي. يظهر لنا القانون ده اهو، انا عندي الدلتا سيجما بتساوي الدلتا ام في الواي على الاي. جميل، هقوم شايل الدلتا سيجما وحاططها دلتا ام في الواي على الاي، ودي الدلتا اي المساحه بتاعتي. طيب المساحه بتاعت الدلتا اي دي عباره عن ايه يا شباب؟ هنا شايف المساحه الوجهيه دي الصغيره دي اللي انا ماشي عليها دي، دي اللي عليها نورمال ستريس، دي اللي عليها شد وضغط، ملهاش علاقه باللي عليها شير خالص التحتانيه دي. مفهومه؟ احنا بنقول الفورس النورمال بتبقى عموديه على المساحه، المساحه بتاعتها هي وجهيه اللي بتاثر عليها السيجما، لكن المساحه اللي بيأثر عليها الشير اللي انا ماشي عليها دي المساحه السفليه اللي هي عباره عن زد في الدلتا اكس، لكن المساحه اللي عليها نورمال ستريس عباره عن دلتا اي اللي انا هعمل عليها تكامل. يبقى في ما فيش علاقه ما بين الدلتا اي ديت والزد الدلتا اكس خالص، لان ديت قوه قص بتاثر على مساحه ممسيه ليها اللي هي مساحه الورقه. معايا كده؟ لكن دي المساحه الوجهيه للورقه من الناحيه اللي تقدر تعد فيها ورق الكتاب. معايا كده؟ فانت تطلع لي الدلتا ام والاي بره
وتعمل تكامل الواي اللي هو بعد الشريحة اللي أنا شغال عليها عن محور الخمول في مساحة المقطع الوجهية ليها. طيب ما أنا عارف إن العزم بيساوي فرصة في إيه؟ ها؟ شباب في طول الذراع. تمام، يبقى أقدر أقول إن الفورس تساوي الام على الدلتا اكس. جبت دي منين يا دكتور؟ نرجع للرسمه كده. مش هنا اف بقت هنا اف زائد دلتا اف، صح؟ هنا كان ام بقى ام زائد دلتا ام. يبقى الدلتا ام ده هتساوي ايه؟ هتساوي الاف الزياده مضروبه فين؟ في الدلتا اكس. عشان بقول العزم زاد بمقدار دلتا ام، يبقى هيساوي الفورس بتاعت اللي موجوده في الدلتا اكس اللي اتحركت، اللي هي العلاقه دي اهي. الدلتا ام هتساوي الفورس بتاعتي مضروبه في الدلتا اكس، مساحه الحركه اللي اتحركتها على طول الكاميرا. يبقى اذا التاو بتاعي هيساوي الفورس ثابته الاي زد هكامل الواي في الدي اي. خدتوا انتوا ده قبل كده في الايه؟ في الاستاتيكا، اللي هو ايه؟ عباره عن ايه يا جماعه؟ الفيرست مومنت، عزم المساحه. ايوه عزم المساحه بتاعتي بالنسبه لمحور الخمول. جميل. فانت لو عملت، لو طلعت الواي دي بره، عملت التكامل، يطلع لك عباره عن الاريا بتاعتي، تكامل الدي اي هو الاريا، وتكامل الواي ده هو السنترويد بتاعي، مركز المساحه. مركز المساحه فاكرين السنترويد خدته برضه في الاستاتيكا، اللي هو في بالنسبه للدايره عبارة عن ايه؟ السنتر بتاعها، المستطيل، المركز بتاعه. يبقى الواي ده هو او الواي داش ده عبارة عن السنترويد بتاع المساحة. يبقى اقدر اخلص القانون ده عبارة عن ايه؟ التاو اجهاد القص يساوي الفورس اللي بتسبب قص مضروب في الاريا بتاعتي، ها؟ مضروب في السنترويد بتاع المساحة مقسومة على الاي، ها؟ اللي هو الانيرشيا بتاع المساحة. كان الاي للمستطيل كان بيساوي ايه يا جماعة؟ واحد على 12 بإتش تكيب. تمام. والزد عرفنا عرض الكاميرا، الكاميرا بتاعتها عرضها 10 ملي، يبقى ده الزد هو ال 10 ملي بتاعتي، العرض بتاعها. يبقى ده بيوضح لي التاو بتاعتي اجهاد القص اللي موجود في الكاميرا نتيجه التحميل العرضي اللي هو ترانسفيرز لودنج، عباره عن الفرص المؤثره مضروب في الاريا مضروب في السنترويد على الاي في عرض الكاميرا بتاعتي. طيب ده هيفيدنا في ايه بقى؟ ان انا اجيب الديستريبيوشن على المقطع. انا عندي مستطيل، تعال نشتغل الشغل ده تاني على مستطيل كده. المستطيل ده العرض بتاعه بي والارتفاع بتاعه دي. لو انا خدت الشريحه اللي انا مظللها دي اللي انا عاملها شادنج دي، المساحه ديت عباره عن مستطيل، فمركزه بيبعد واي داش عن محور الخمول وبدايته بتبعد واي عن محور الخمول، والارتفاع بتاع المستطيل ده هو عباره عن نص الدي واشيل منها الايه؟ الواي اهو، دي على الاثنين ناقص الواي. مفهوم لغايه دلوقتي؟ مفهوم؟ اه تمام. تمام، انا عايز اشوف بقى الشير توزيع على السطح ده ايه؟ هل ماكسيمم فوق وتحت وفي النص صفر؟ ولا ماكسيمم في النص وفوق وتحت صفر؟ زي ما انا وزعت البندنج هوزع الدايركت شير دلوقتي. فهاجي اقول ايه؟ التاو بتاعتي بتساوي ايه القانون اللي احنا لسه جايبينه؟ بتساوي الفورس في الاريا، ها؟ في الواي داش السنترويد مقسوم على الاي زد. تعال نشوف الاريا. الاريا بتاعتها هتساوي العرض بتاع المستطيل بي والارتفاع بتاعه دي على الاثنين ناقص الواي، اللي هي الرسمه دي. المساحه المظلله دي عباره عن ايه؟ مش دي اللي عليها نورمال ستريس؟ وبرده هي اللي عليها شير ستريس. هتساوي البي مضروب في الدي على الاثنين في الواي ناقص الواي. يبدي مساحة المقطع بتاعتي الـ A، الأريا بتاعتي. يبقى الأريا هتساوي الـ B عرض الكاميرا في الارتفاع بتاع المستطيل دي على الاثنين ناقص الواي. طيب الواي داش هيبقى نص ارتفاع المستطيل لأنه مركزه. هيساوي نص، ها، في الـ D على الاثنين ناقص الواي، ده الارتفاع بتاع المستطيل، زائد الواي لأن أنا ببعد عن محور الخمول. مفهوم الحتة دي؟ أجيبها لكم من على الرسم. لو النقطة دي هي عبارة عن الواي داش اللي هي السنترويد، يبقى هيساوي إيه؟
هيساوي نص ارتفاع المستطيل زائد البعد من هنا لغايه هنا. طب ما هو البعد من هنا لغايه هنا عباره عن ايه؟ ها قولوا معايا. واي الواي واي صح كده. يبقى الواي داش هتساوي نص الارتفاع الواي داش هتساوي نص الارتفاع بتاع المستطيل زائد الواي. تخلصها يطلع لك ان الواي داش بتساوي نص الدي على الاثنين زائد الواي معايا كده. والزد بتاعتي هي البي العرض صح ولا لا؟ كان قلنا الزد هو عباره عرض الكاميرا والمستطيل عرضه بي فاعتبر الزد خلاص هي البي. طب الاي هيساوي البي في الاتش. الاتش عباره عن الدي اس 3 ده للمقطع كله بي في دي اس 3 على ال 12 معايا كده. يبقى انا جبت كل الترمات اللي موجوده جوه القانون العام بتاع التوزيع الشريف. هقول التاو هيساوي الفورس ادي الفورس الاريا بتاعتي عباره عن بي في دي على الاثنين ناقص الواي مضروبه فيه ها الواي داش السنترويد اللي هي نص الدي على الاثنين ها زائد الواي وتحت بي العرض بتاع الكاميرا اللي هو كان زد في القانون مضروب في الاي اللي هي بي دي اس 3 على 12 صح ولا لا؟ اما تخلصها مع بعضها يديك الشكل ده يا جماعه القانون النهائي معايا؟ القانون النهائي بتاعك ده ان الشير بتاعي التاف هيبقى فانكشن في الفورس اللي موجوده والدي اللي هو الارتفاع بتاع الكاميرا والواي البعد عن محور الايه ها الواي البعد عن محور ايه الخمول محور الخمول. واحد شاطر بقى يقول لي مش دي معادله ايه بارابولا صح ولا لا؟ طيب الماكسيمم بتاعها فين؟ الماكسيمم يبقى فين من المعادله دي؟ مش المتغير عندك دي ولا الواي؟ انه المتغير دي يا راجل ده دي عرض الكاميرا 3 من 4 الله ينور عليكي. الواي هي القيمه الايه المتغيره اللي بتمثل البعد عن محور الخمول. يبقى امتى ماكسيمم الشير يبقى ماكسيمم امتى؟ ها النيوترال اكسس. عند النيوترال اكسس لما الواي تساوي صفر. برافو عليك. لما ده يتشال لان ده مطروح فكل ما القيمه دي تقل كل ما القيمه ككل تزيد. فلما الواي دي توصل للصفر تبقى دي ماكسيمم. طب لما الواي دي توصل للسطح اللي هو الدي على الاثنين تبقى المينيمم بتاعه. مفهوم؟ شيل الواي دي حطها بدي على الاثنين كده كل ده يطير يبقى بصفر. يبقى هيوصل للشكل ده. اهو ده توزيع الدايركت شير. صفر فوق وتحت. ليه؟ لان الواي بيساوي دي على الاثنين. ارجع للقانون كده وشيل الواي وحطها بدي على الاثنين هيبقى دي على الاثنين تربيع ناقص دي على الاثنين تربيع بزيرو. خلاص يبقى صفر فوق وتحت. في النص هنا ماكسيمم حط الواي بصفر معايا كده يطلع لك ان التاو ماكسيمم يساوي 3 من الفرصه المؤثره على الاثنين في البي في الايه في الدي. ده التاو ماكس فين يا دكتور؟ عند محور الخمول. طب ده يقودنا لايه بقى يا جماعه؟ لو انت قارنت ما بين البندنج والدايركت شير توزيعه على المساحه عكس بعض ولا صح؟ ها عكس بعض. البندنج ماكسيمم فوق وتحت وفي النص زيرو لكن ده الشير ماكسيمم في النص وفوق وتحت ايه زيرو. يبقى توزيع الشير كدايركت شير على المساحه هو عكس توزيع البندنج معايا. هينفعنا في ايه يا دكتور ده بقى؟ في التصميم. لما اجي اصمم على اكبر نقطه مجهده ولا اقل نقطه مجهده؟ أكبر نقطة. جميل عشان أأمن نفسي. عشان أأمن نفسي صح؟ فأنت لو جيت على المساحة ديت ورسمت توزيع البندنج جنبها هتلاقي النقطة اللي فوق ديت عليها زيرو شير وماكسيمم بندنج. والنقطة اللي في النص ديت أيا كان هي مكانها فين هتلاقيها ماكسيمم شير ها؟ وزيرو بندنج. يبقى هجمع اللي فوق مع بعض وهنعرف نجمعهم إزاي إن شاء الله السنة الجاية لأن ده نورمال وده شير ما ينجمعوش جمع جبري. نوعين مختلفين من الإجهاد. وهجمع اللي تحت مع بعض والماكسيمم فيهم يبقى هصمم عليه. مفهوم الحته دي ولا لا؟ مفهوم يا شباب؟ تمام مفهوم. يبقى انا بقى
بجيب التوزيع عشان خاطر اشوف المساحه بتاعتها هل كلها متعرضه لنفس الاجهاد ولا في نقط مجهده اكتر. هيبدا من عندها الكسر، يبقى لو انا امنتها يبقى امنت باقي المساحه اللي هو مرتاح. يبقى ده التوزيع بالنسبه للايه؟ للمستطيل. طيب انا لو انا عايز اشتغل افريج اجيب الافريج وافصل على ايه؟ اتفضل. المساحه اللي بيحصل عليها الشير اللي هي عموديه مفروضه على الصفحه، صح كده؟ لا، شايف شايف المتهشره دي؟ لو هشرت بقيه المستطيل هو ده اللي بيحصل عليه الشير، هو برضو اللي بيحصل عليه النورمال. شهرك قلت اللي هي الشير دي مقاسيه. حلو قوي، نرجع لشكل الكاميرا. شايف ردود الافعال دي قوه راسيه ولا لا؟ تمام كده. الكره الرأسية دي تعمل ايه في المساحه بتاع الكاميرا؟ مماسيه ولا عموديه؟ مماسيه. مماسيه، يبقى شير ولا لا؟ تمام. تمام. يبقى ده التوزيع يا جماعه بتاع الشير، مهم قوي توزيع البيندنج. التنشن ثابت ولا لا؟ توزيعه ايه على مساحه المقطع؟ التنشن. ها، عايز ردود بسرعه، مش محتاجه تفكير. تقول لي السيجما في التنشن بتساوي ايه؟ فرصه على اريا، هل فيها واي ولا حاجه؟ ثابت. ثابت. الكومبريشن ثابت برضو. ثابت. البيندنج متغير. متغير لانه ام في واي على الاي. طالما في واي اللي هو البعد عن محور الخمول يبقى فوق هتبقى غير تحت معايا. يبقى كل ما الواي تتغير كل ما الاي السيجما بتاعتها تتغير. الشير كدايركت شير قدامنا اهو متغير لانه مش ثابت. يبقى كومبريشن وتنشن بس هما اللي ايه؟ هما اللي ثابتين. يبقى لو انا عايز اجيب المين او الافريج بتاع اللي هي القمه المتوسطه يعني هيساوي فرصه على الاريا على طول. يعني ايه يا دكتور؟ يعني التاو ماكسيمم بتاعي هتساوي 1.5 من التاو افريج. معايا كده؟ فانا لما باجي اعمل تصميم بشتغل على التاو ماكسيمم عشان اامن نفسي. طيب تعال نشوف الديستريبيوشن على اي سيكشن. جماعه بتوع مدني بقى نفس الشغل بالظبط. هعمل ايه؟ انت عارفين الاي سيكشن بيبقى لها فلانج وويب، اللي هي الفلانج اللي فوق دي والعصب اللي موجود في النص ده. الفلانج اللي فوق عرضها بي وارتفاعها اللي البي كابيتال والبي سمول. نفس الموضوع هنا، الويب بتاعي بي اللي هو السمك بتاعه يعني بي. هعمل ايه عشان اشوف الديستريبيوشن بتاع الشير؟ توزيع القوى القص المباشر عليها. هاخد ده لوحده اكنه مستطيل اشتغل عليه، واخد ده لوحده اكنه مستطيل اشتغل عليه، وبعدين اجمعهم الاثنين ايه مع بعض. انا عارف ان التاو بتاعتي اللي جايه من التحميل العرضي بيساوي الفورس في الاريا مضروب في السنترويد اللي هو القانون العام يعني مقسوم على الزد في الايدايت يتحفظ. طيب الفورس ما لناش دعوه بيها، عايزين نشوف الاريا بكام، الواي داش بكام. ها، الزد ما لناش دعوه بيها لانها ثابته. وي الاي، تعالى هاخد الاي سيكشن اهوت يا جماعه اقسمه لفلانج واشتغل عليها عادي خالص. محور الخمول اهوت، الارتفاع كان دي، يبقى دي عبارة عن دي كابيتال على الاثنين، والمسافه بتاعت الويب اللي هو الطول بتاعه كان دي سمول، تبقى المسافه من هنا لمحور الخمول عباره عن دي سمول على الاثنين. واقدر اقول الاريا بتاعت اللي فوق ديت عباره عن ايه؟ ها، العرض الكابيتال اللي هو بي مضروب في الارتفاع ده اهوت اللي هو الفرق ما بين ده وده، عباره عن دي على الاثنين الكابيتال ناقص دي على الاثنين سمول. مفهومه دي؟ مفهومه يا شباب الحته دي؟ المساحه بتاعتي؟ تمام. الديستنت بتاع السنترويد من النيوترال اكسس اللي هو في نص ارتفاع المستطيل يعني هتساوي ايه؟ دي على الاثنين اهو نص المسافه دي، واجمع عليها دي سمول على الاثنين، يبقى نص فرق الديهات على الاثنين زائد الدي سمول على الاثنين. لان انا عارف ارتفاع المستطيل عباره عن ايه؟ عباره عن دي كابيتال على الاثنين ناقص دي سمول على الاثنين، نصه هيبقى نص دي ناقص دي سمول على الاثنين اللي هي الكومه ديت، واجمع عليها المسافه من تحت هنا لغايه النيوترال اكس اللي هي دي سمول على الاثنين، يطلع لي ده السنترويد بتاعي دي بلس دي على الايه؟ على الاربعه. هضربهم في بعض، الاي في الواي داش بتاعت الفلانج بتاعتي يطلع لي بالكومه ديت، ممكن اخلصها. المفروض زائد يا دكتور. تقول ايه؟ المفروض زائد دي زائد دي على 4. المفروض هنا زائد. في غلطه هنا، دي زائد.
طب ده في حد صاحي معايا هو ده واحد بس اللي خد باله يا جماعه. انا عايز اعرف الحضور قد ايه يا جماعه. عدى بس بسرعه توفر ما لحقناش نشوف. طيب ما لحقناش واحنا بنجري. وفين الحضور بتاعكم؟ ده ربع الدفعه صح كده؟ حوالي 70 60 واحد اللي حاضرين. والبدا ايه حول ولا ايه يا جماعه؟ كده النتيجه تطلع 70% حلو 50% حلو كويس قوي. طيب الباقيين دول بيعملوا يا جماعه؟ انتوا بتسجلوا لهم الاول ولا لا؟ بيعتمدوا على التسجيل. ايه؟ بيعتمدوا على التسجيل. اه بيعتمدوا على التسجيل. ما بيعتمدش على هو ما بيعتمدش على التسجيل ولا بيسمع حاجة. ايش؟ تعال للاي سي للويب بتاعي العصب بتاعي. العصب بتاعي عرضه بي وارتفاعه دي على الاثنين. اه بس في القانون الاريا بتاعتها هتساوي البي في الدي على الاثنين ناقص واي لان انا واخد حتة منه صغيرة فوق بعدها واي. فمساحة الحتة اللي فوق اللي انا هقشرها فوق ديت هتساوي البي في الارتفاع بتاعها اللي هو عبارة عن دي على الاثنين ناقص الواي. والواي داش ده عباره عن ايه؟ لو انا خدت حته متهشره من هنا نص ارتفاعها واجمع عليه ايه؟ ها؟ الواي داش الواي بتاعتي يبقى هيساوي الواي داش هيساوي نص دي على الاثنين ناقص الواي اللي هو ارتفاع المستطيل بتاعي. معايا؟ ده الارتفاع بتاعي واقسمه على اثنين عشان اخد نصه لان السنترود زي ما قلنا في النص زائد الواي بتاعتي اللي هو البعد عن محور الخمول اللي هو بدايه بعد الشريحه بتاعتي من تحت عن محور الخمول. لو انا واخد الشريحه بتاعتي من هنا كده اللي فوق دي. معايا؟ يبقى نص ارتفاعها واجمع عليه الواي يديني الواي داش. هعوض برضو الاي واي داش. جميل كده؟ التوتال اي واي داش اجمعهم. معايا؟ يطلع لي في الاخر بعد ما اصفيها ان التاو فانكشن في الواي بتاعتي برضو. بس لو انت شفت هنا هتلاقي لو حطيت الواي بصفر ده كله يطلع بصفر؟ لا. لا. صح؟ مش هيطلع بصفر. هيبقى في قيمه هي موجوده القيمه ديت عشان كده التوزيع هيبقى بالشكل ده يا جماعه. الرسمه ايوه دي الرسمه بتاعتي. لو جيت فوق وتحت حطيت الواي بتاعتي بصفر لا ده هيطلع في تاو مينيمم موجود وفي تاو ماكسيمم عند السنتر اللي هي القيمه دي. معايا؟ يبقى لما لعبت في السكشن بتاعي بدل ما هو مستطيل شلت منه اجزاء وعملته اي سكشن معايا كده بقى فيه جزء عليه تاو مينيمم مش تاو زيرو. بقى فيه تاو مينيمم فيه قيمه على السطح فوق وتحت وماكسيمم فين؟ ها؟ في النص. ماشي يا شباب ولا لا؟ ايوه تمام تمام كده؟ تمام. الدايره هتعملوها لي انتوا بقى تقرير توزيع الشير على الدايره لان مهم جدا بالنسبه لنا. بدأت تعمل لي تقرير. يبقى احنا خدنا التوزيع الدايركت شير يا جماعه. خدنا توزيع ايه؟ الدايركت شير على المقاطع المختلفه. مهم قوي ان انا اعرف في المستطيل فوق وتحت صفر، في النص ماكسيمم. في الاي سيكشن مفيش صفر فوق وتحت، لا ده كان تاو مينيمم وتاو له قيمه. وفي النص ماكسيمم. هتعمله لي انت على الدايره، اكتب عندك بس كده هتعمل لي تقرير على توزيع الدايركت شير على المقطع الدائري. كتبتم عشان ما تنسوش. معايا؟ تمام يا دكتور تمام. طيب اللي احنا خدناه دلوقتي كان اسمه ايه؟ دايركت شير. يعني قص مباشر، الفرص موجوده وممسيه للمساحه. وبتعمل قص عليها. طب ما في نوع تاني من القص بيسموه بيور شير. بيور شير اللي هو قص بيور مفيش غيره، مفيش غير قوى القص اللي موجوده. احنا كنا بنقول دلوقتي كان في بيندنج ولا لا؟ اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي توزيع القص اللي ناتج من القوى القص اللي ناتجه في بيندنج، كان في ام موجود، كان في سيجما موجود، فده مش بيور شير. لا ده في نورمال ستريسز موجوده وانا جبت الشير فانكشن فيها. لكن هنا التورشنال بقى ده البيور شير.
ده بيجي منين؟ وده اللي موجود في كل أعمدة نقل الحركة في الماكينات. شير بس جاي من تورشن، من التواء، من عصر، لكنك بتمسك العمود من الطرفين وإيدك دي تلف يمين والتانية تلف شمال، يبقى أنت بتعمل تويستنج عليه، بتعمل عصر عليه، ده بيسموه تورشنال تيست. تورشنال إيه؟ ها؟ تيست، زي ما أنت شايف كده أو العمود بتاعك أهو، وأنا بلف هنا كلوك وايز وهنا أنت كلوك وايز. إيه اللي يحصل للعمود؟ أكنك بتعصره، بتعصر الهدوم كده. التورشنال تيست بيتم على جميع المعادن. ليه؟ لأن معظم الأجزاء الإنشائية بتشيل، عندنا ميكانيكا عبارة عن أعمدة بتلف في مكانها، طالما العمود بيلف يبقى بيحصل عليه عصر، بيحصل عليه تويستنج، لأنه بين القدرة والقدرة الباور عبارة عن السرعة الزاوية الأوميجا مضروبة في التي التورك المنقول، والتورك ده بيعمل إيه؟ بيعمل عصر على العمود زي ما أنت شايف كده. طب العصر ده هيعمل إيه؟ لو أنت تصورت العمود ده عبارة عن ورق كوتشينة مدور محطوط جنب بعضه، وأنت بتلف إيه اللي هيحصل من الطرفين؟ مش كل ورقة هتلف شوية معاك زاوية؟ صح ولا لا؟ أيوة تمام صح. طيب لو جيت على ماسوره بلاستيك وعملت خط بطولها خط مستقيم ومسكت من اليمين والشمال وعملت تويست، الخط ده هيفضل مستقيم ولا هيبقى عامل زي الحلزون على صفحه؟ ايوه هيلف كده، مش هيبقى مستقيم. صح، مش هيبقى مستقيم معاك، هيبقى عامل على اكنه حلقه حلزون عليها كده. ده التويستنج. انا عايز اوصلك تفهم يعني ايه تويستنج، اللي هو العصر في الاجزاء الميكانيكيه. طيب البيور شير موجود زي ما قلنا ليه؟ لان معظم اجزاء الماكينات بتنقل ايه؟ بتنقل تورك، بتنقل عزم. العزم ده هو بيولد لي جوه الماتيريال قوه قص على المساحه بتاعتها، بيسموه بيور. ليه؟ لان مفيش غيره، مفيش بيندنج موجود، بولد شير من تورك، والتورك بيعمل شير فقط، بيعمل عصر على العمود فقط، ما بيعملش لا بيندنج ولا تنشن ولا كومبريشن، عشان كده بيسموه البيور شير، القص النقي. معايا؟ زي ما انت شايف كده اهو، لو انا جبت عمود ورسمت عليه خط وعملت تويستنج من الاجناب، هتلاقي الخط بتاعي ده هو لو النقطه دي كانت ايه اتحركت بقت ايه داش، عملت زاويه سيتا. قال يعني الانفعال في القص مش زياده في الطول زي الشد، ولا نقص في الطول زي الكومبريشن، ها، ولا حركه راسيه زي البندنج. ده الانفعال في القص عباره عن دورانات. مفهومه الحته دي؟ ها شباب. بس لما كانت القوة ممسية ما كانش فيه دوران. فين؟ لما كانت القوة ممسية في الشير ما كانش فيه دوران. لا ده حركة، ده حركة إزاحة في الدايركت شير، لكن أنا بتكلم دلوقتي في التورشنال شير. لما باجي أمسك عمود وأعمل فيه تويست وأعمل عليه تورك، بيحصل دوران ولا لا؟ ده الانفعال بتاع القص، ده الانفعال بتاع التورشن يا جماعة، ده الانفعال بتاع الإيه؟ التورشن. معايا؟ عشان كده بيسموه بيور شير. بيور شير ليه؟ لان مفيش نورمال ستريسز موجوده معاه، هو شير بيور نقي مفيش غيره. جاي منين؟ جاي من دوران، من تورشن. يبقى اذا انفعال التورشن او انفعال الشير اللي جاي من التورشن عباره عن دوران، عباره عن ايه؟ ها، دوران بزوايا. مجرد ما اعمل تويست اكيد هيلف معايا المقطع، مقدار اللف بتاعه قد ايه؟ ده الاستريم بتاعه. لكن في الشد والضغط كان زياده في الطول او نقص في الطول، ها، كان في البيندنج اسمه ديفليكشن، الحركه الراسيه اللي بتنزلها الكاميرا، لكن هنا قد ايه النقطه دي لفت، هو ده الانفعال بتاعه. مفهوم لغايه دلوقتي؟ شباب. تمام يا دكتور. ايوه تمام يا دكتور، تمام تمام. طيب التورشن بيتقاس ازاي بقى؟ او اجهاد القص هو عبارة عن أكنه فورس على أريا بالظبط، أكنه فورس بتأثر على المساحة. يبقى وحدة الإجهاد القص اللي ناتج من التورشن هي نيوتن على المتر، عادي خالص، نيوتن على المتر سكوير، اللي هي بالإيه؟ بالباسكال. طب التورك نفسه بيبقى نيوتن متر، لأنه عزم دوران، فورس في مسافة، فورس في الدراع بتاعها، يبقى التورك بتاعي نيوتن متر، لكن الإجهاد بتاعي أو التورشنال شير بيبقى عباره عن النيوتن على المتر سكوير او نيوتن على الملي متر ايه
سكوير. طبعا احنا بنشتغل بالايه بالاس اي يونت يا جماعه، معظم شغلنا بالاس اي يونت مش بالباوند ولا الفيت ولا الانش. معايا؟ طيب تعال نشوف، لو انا عندي عمود عايز اجيب وبيأثر عليه تورشن، عايز اجيب القوانين اللي بتربط ما بين السترين وما بين الاستريس، معايا كده، ما بين طول العمود، لان كل ما اجيب عمود قصير واعمل تويست هيحتاج فرصه اعلى ولا لا؟ هيحتاج اعلى. ايوه تمام، هيحتاج تويست اعلى، لكن كل ما طول طول العمود كل ما من السهل ان انا اعمل له تويستنج، يبقى اكيد في علاقه بتربط ما بين الاجهاد والانفعال والطول. فعايز اربط الايه البارامترز كلها ايه ببعضها. اهو ازاي اثر بترك على العمود؟ لو انت عندك طاره اللي هي البالي بتثبتها على عمود، الطاره دي محطوط عليها سير، صح ولا لا؟ السير ده بيبقى فيه قوه شد، القوه الشد ديت واحده بتبقى بالشكل ده، بيبقى فيه شد وطرد زي ما هنشوف التصميم. القوه اللي فوق دي واللي تحت ما بينهم مسافه دي، لو ضربت الاف في الدي ده يديني التورك اللي بيلف في المساحه بتاعتي، ده التورك اللي بيعمل تويست على العمود بتاعي. معايا؟ يبقى ازاي اجيب تورشن على عمود؟ ان احط قوتين اتنين زي المحابس كده يا جماعه، وانت بتفتح محبس وتقفله، الاكس بتاع اللي شايل البكره بتاعت المحبس بتاعي في المحابس اللي موجوده على خطوط البترول، انا بمسك بالايد من اليمين والشمال، بشد بايد وازق بايد، ده تورك ولا لا على الاكس اللي شايل الويل ديت؟ ها، يبقى التورك قوتين متضادتين وبينهم مسافه، يعمل لي دوران على طول، يبقى التورك هيساوي الفورس في المسافه دي اللي هي بين الاثنين فورس اللي موجودين. نفس الموضوع هنا، هو اثنين فورس موجودين اهم معايا، وبينهم مسافه ايا كانت المسافه دي، دي عكس بعض، ده يعمل لي دوران للعمود بتاعي، يعمل لي اجهاد قص اهو التاو على السطح بتاعها اللي هي المساحه بتاعتي، المساحه بتاعتي دايره باي على الاربعه دي تربيع. معايا؟ لان معظم الاعمده اللي هتشوفها في التصميم المقطع بتاعها دائري، فالمساحه الدايره ديت باي على الاربعه دي تربيع، بيحصل عليها قوه قص، اكنك حاطط ايدك جنب بعضها كده يا جماعه وبتلفها. القوه دي ممسيه ولا لا المساحه؟ هي جايه من تورشن، من دوران ممثل المساحه اهوت، مفيش اي فرصه ثانيه موجوده، عشان كده بيسموه بيور شير. الشير سترين اللي احنا لسه قايلين عليه، لو انت جيت زي ما هنشوف في الاختبار نفسه، بيجي على العينه ويقوم عامل خط، والخط ده هو بعد ما التست يخلص والعينه تتكسر معايا كده، يشوف الخط ده حصل فيه دوران قد ايه، النقطه بي بقت بي داش، اذا المسافه ده هي او الزاويه دي جاما، دي الانفعال بتاع القص. مهم تعرف قوي ان انفعال القص زاويه وليس زياده ولا نقص في الطول زي التنشن والكمبريشن، عشان تقدر تفرق بين الاجهادات. انفعال القص دورانات جاما، هنعرف هنجيبها ازاي دلوقتي. يبقى الجاما دي عباره عن ايه؟ انفعال القص. ماشي يا شباب؟ طيب في الدايركت شير اللي احنا لسه واخدينه، لما باجي عندي بلوك زي ده متثبت في الارض وانا بعمل قوه قص مباشر من فوق، ايه اللي هيحصل للضلع الراسي ده والضلع الراسي ده؟ هيفضلوا راسيين ولا هيميلوا؟ اهو ها شباب، هيميلوا، هيحصل ميل، الميل ده هو دوران، ده اجهاد، ده انفعال قص. معايا كده؟ يبقى لو انا خدت حته من هنا من جوه وطلعتها بره بالشكل ده، هتلاقي الاجناب بتاعتها كلها عليها قوه قص. جميل؟ بعد ما اثر بقوه القص، الراس ده مش هيفضل راسي والافق ده مش هيفضل افقي، ده هيلف بزاويه لفوق شويه، والراس ده هيلف ناحيه اليمين شويه. يبقى اذا الزاويه اللي لفتها هنا دي كانت نقطه اسمها مثلا نقول ايه؟ ده اي سي، نقطه بي، نقطه بي دي اتحركت لفوق بقى بي داش، السي برضه هتتحرك فوق تبقى سي داش، والاي هتتحرك لقدام شويه تبقى اي داش. يبقى الزاويه دي اللي هي فاي على الاثنين دي، دي عباره عن انفعال القص. اجيب الجاما بتاعتي ازاي؟ اللي هي بتساوي الفاي،
هتساوي الزاويه 90 اللي كانت موجوده في الاول، اشيل منها الزاويه الحاده دي اللي هي الاي داش بي داش معايا، يديني الفاي بتاعتي زاويه الدوران. ماشي يا شباب؟ الناس معايا يا جماعه؟ تمام يا دكتور. الشيرنج ستريم عباره عن دوران، تشكل بدوران. طيب القانون ده بقى تحفظه زي اسمك، هنستنتجه دلوقتي. زي ما السيجما في البندنج ام في واي على الاي، لا هنا التورك تي مقسوم على البولر مومنت في انيرشيا اللي هو عزم كسور الزائد القطب للمساحه حوالين السنتر بتاعها، هيساوي اجهاد القص اللي موجود في الار بعد النقطه عن المركز اللي انا بقيس عنده، هناخد ده بالتفصيل دلوقتي، يساوي الجي اللي هو المودلس اوف ريجيديتي اللي هو يعتبر المودلس اوف الاستيستي في الشير. فاكرين المودلس اوف الاستيستي في التنشن اللي هو الاي، هنا مقابل بتاعه الجي مضروب في السيتا. ده يعتبر ايه السيتا ده؟ ها الزاويه دي تعتبر ايه؟ زاويه الدوران. الدوران عليك ده الاستريم. كويس جدا. مقسومه على الايه؟ على ال الطول بتاعي. يبقى دي كل البارامترز اللي هتقابلك في الشيء. التورك اللي انا باثر بيه، البولر مومنت اوف انرشيا ده فانكشن في المساحه، هل هو مستطيل او مربع او دايره، التاو الاجهاد الناتج بقيسه عند انهي نقطه، الار بعدها، مودلس اوف ريجيديتي او المودلس اوف الاستيستي للشير اقدر اقول عليه كده برضو، في الاستريم بتاعي في الطول بتاعي. معايا؟ طيب تعال نشوف بقى القوانين دي هنجيبها ازاي. بصوا معايا يا شباب، لو انا ثبت عمود زي ما انت شايف كده كانتليفر في الجدار، وعملت تورك على الطرف الحر بتاعه، وجيت قلت نقطه ايه ديت، انا كنت عامل خط مستقيم على السطح، سميت النقطه عند الطرف الحر ايه، بعد ما عملت تورك بقت النقطه دي اتحركت بقت بي، اذا الاو اي بقى او بي، لف زاويه سيتا، صح؟ ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام تمام. طيب ما الخط نفسه لف زاويه جاما، يبقى اذا اقدر اقول طول القوس اي بي، وانا شغال في المدى المرن حركه صغيره، هيساوي الار فين؟ في السيتا، نص القطر بتاعي مضروب في السيتا بالتقدير الدائري يديني الاي بي، صح؟ طب ما هو الاي بي برده مشترك مع الجاما، الاي بي هيساوي ال ال في الجاما بتاعتي، صح ولا لا؟ تمام. يبقى اقدر اقول ان الجاما تساوي الار في السيتا على ال ال، سمي لي المعادله دي رقم واحد. يبقى انا ربطت ما بين دوران الاو اي ودوران الخط اللي انا رسمه على طول الايه؟ العينه بتاعتي. طيب ما انا عارف ان المودلس اوف الاستيستي في اي حاجه سواء شد او ضغط او انحنى او شير بيساوي الشير سترين في المدى المرن مقسوم على الشير الشير ستريس في المدى المرن مقسوم على الشير سترين في المدى المرن، صح ولا لا؟ تمام. يبقى هيساوي التاو الجي هيساوي التاو على الجاما، يبقى الجاما ده الانفعال. يبقى اذا الجاما بتاعتي كان فعال يساوي التاو على الجي. حد عنده مشكله في المعادله رقم 2؟ لا تمام. جميل جدا. ارجع بقى المعادله رقم 2 و1 خدهم مع بعض، يديك ان التاو على الار يساوي الجي سيتا على ال، في مشكله في كده؟ تمام تمام. يبقى الجزئين دول انا جبتهم، التاو على الار يساوي الجي في السيتا على ال ال، يبقى ربطت طول العينه بزاويه الدوران للقطر بتاعها للمودلس اوف الاستيستي بالاجهاد بتاع القص اللي موجود نتيجه التورشن في البعد عن الايه؟ عن السنتر بتاع العينه، الار ده البعد عن السنتر بتاع العينه، عند اي نقطه تقدر تجيبها، انا بشتغل على الماكسيمم دايما الارك كابيتا زي ما هنشوف. يبقى ده اول ترمين فين؟ في القانون. تعال بقى نشوف الاجهاد. عايز اجيب التاو بتاعتي. هقول ايه؟ المقطع بتاعي دائري. لو انت رسمت مساحه دائريه بتبعد مسافه ار سمول وسمكها دي ار، هيبقى عليها حاجه اسمها تاو داش. تاو داش دي اجهاد القص اللي موجود على المساحه المظلله. في مشكله لغايه دلوقتي؟
لا دكتور تمام. جميل. طيب طالما في تاو يبقى في قوه قص ولا لا؟ ها طالما في تاو اجهاد يبقى لو ضربت القوه لو ضربت الاجهاد ده هو في المساحه بتاعه الشريحه اقدر اجيب الفورس اللي موجود عليها كقوه قص. يبقى اقدر اقول الفورس اللي موجود على الشريحه هيساوي الاجهاد مضروب في مساحه الشريحه. مساحه الشريحه دي عباره عن ايه تقريبيا كده؟ المحيط الداخلي مضروب في السمك 2 باي ار في الدي ار تقريبيا، اكنك بالظبط قطعتها وفردتها تديك مستطيل طوله محيط والعرض بتاعه السمك الدي ار. مفهومه؟ ها الفورس دي يا جماعه بالنسبه للسنتر مش دي تعمل لي مومنت تعمل لي تورك؟ ها صح ولا لا؟ ايوه. جميل جدا. يبقى لو انا ضربت التاو ها في لا معلش دي باي معلش يا جماعه اغيرها وانا معاكم بس عشان خاطر ابعت لكم السلايدات. يبقى هقول التورك اللي موجود على الشريحه ديت هيساوي الفورس اللي موجوده اللي هي التاو في المساحه مضروبه ببعدها بعد الفورس دي عن السنتر. يعني اكنك انت رسمت هنا فورس كده ممثله للمساحه ديت بعدها ار عن السنتر، فلو ضربت الفورس في الار يديني التوركايه الصغيره حته التورك الصغيره اللي موجوده على الشريحه. اللي مش فاهم دي يقول يا جماعه. ها نعتبر السكوت علامه الرضا يعني؟ ايوه تمام يا دكتور. تمام. يبقى دي حته التورك الصغيره اللي موجوده على الشريحه. طب لو انا عايز اجيب التورك الكلي بقى اللي على المساحه اكمل من زيرو النص القطر الاكبر ار معايا كده؟ هعمل تكامل على دي. ماشي يا شباب؟ يطلع لي يطلع لي ان انا عارف ان التاو داش بتساوي جي سيتا الار سمول على ال من القانون الاولاني اللي احنا استنتجناه صح؟ اقوم شايل التاو داش وحاطط القيمه بتاعتها الجي في السيتا على ال في الار، كان في هنا ار سكوير وكمان ار بقت ار اس 3. طلع كل الثوابت بره ار اس 3 لما تكملها تبقى ار اس 4 من 0 لار يطلع لك الشكل ده معايا. خلصتها بقت باي ار اس 4 على الاثنين، شيل الار دي وحط دي معايا كده، شيل الار ده هي وحط دي على الاثنين نص القطر يعني هاتوا بدلاله القطر اهي. شيل الار ثواني كده بس احط البوينت الثاني ده. بعد ما خلصتها جي سيتا على ال في باي ار اس 4 على الاثنين هتشيل الار وتحط ديامتر على الاثنين يديك باي دي اس 4 على 32. ده عباره عن الايه؟ البولر مومنت اوف انيرشيا للدايره لو انتوا فاكرين. الباي دي اس 4 على 32 ده البولر مومنت اوف انيرشيا. شيل وحط الجي يبقى جي سيتا على ال في الجي بتاعتك. جميل. تقدر تقول ان التورك بتاعي لو سحبت الجي الناحيه الثانيه التي التورك بتاعي مقسوم على الجي يساوي الجي في السيتا على ال ال، وده الترم الثاني من القانون اللي قلت هتحفظه زي اسمك اهو. بقت التي على الجي بتاعتك يساوي التاو ايا كان التاو داش تاو عاديه على الار ايا كان اللي هو الاجهاد على البعد عن السنتر يساوي الجي المودس اوف ريجيديتي في السيتا على ال ال. ماشي يا شباب؟ ها مفهوم لغايه دلوقتي؟ تمام يا دكتور. تمام. اللي مش فاهم يقول عشان هنتنقل بعد كده لنقطه ثانيه. جميل. هي يعني الناس مش عارفه تسال يعني مش فاهمه لدرجه مش عارفه تسال ولا فاهمه قوي والحمد لله. طمنوني. هو حضرتك احنا فاهمين الاثباتات وكده يعني، بس هو يمكن التخيل على الواقع هو اللي صعب شويه يعني. ولا صعب ولا حاجه، هوريك دلوقتي الشكل. انت بتخش على اللاب فيو يا جماعه ولا لا؟ على سوري الفيرشوال لاب. الموقع اللي انا بعته لكم فيه كل التستات تقدر تتخيلها بقى تشوفها قدامك. بالمناسبه صحيح
انتوا الاسبوعين الاربع اسابيع دول اونلاين صح ولا ايه؟ ده قرار ها؟ حتى اخر رمضان بلغوكوا بكده؟ بلغوكوا الكليه؟ ايوه دكتور الاتحاد كان منزل. اه طيب دلوقتي هتحضروا اللاب ازاي بقى؟ طيب هنحاول ننزلكم الكليه، هنحاول ننزلكم الكليه بحيث انكم تحضروا اللاب معايا. اذر وايز بقى هتعمل ايه على الفيرتشوال، على الفيرتشوال لاب اللي موجود، التستات موجود عندك، الفورسز مقاسات كل حاجه، هتحط في الكراسه بتاعتك القيم اللي موجوده ده في حاله واحده بس لو ما عرفناش نجيب الكليه. يعني هتقدر تست انت مع نفسك على الفيرتشوال لاب والقياسات موجوده والاجادات موجوده وتحسب كل الحسابات المطلوبه وهتكتبها في الكراسه في اماكن معايا، يعني محلوله لو مش هتقدروا لو الكليه منع نزولكم الكليه خالص خلاص مفيش مشكله، مفيش انا هجيبكم عشان تشوفوا بس على الاقل اختبار واحد بس الشد. يبقى انا الكراسه بتاعتي هملاها منين؟ هملاها من على الفيرتشوال لاب معايا، وهتحضروا معانا في الكليه تنشن ان شاء الله، لازم تشوفوا المكنه ما بتشتغل. طيب خلاص تعال نشوف الباور ترانسميتد عن طريق شافت يا جماعه، الباور اللي باقي لها عن طريق شافت القانون برضو ده تحطه في دماغك على طول، هتستخدمه كتير جدا جدا في التصميم، ان الباور المنقوله بتساوي التورك مضروب في الايه في السرعه الزاويه بتاعتي، التورك مضروب في الاوميجا، واحنا عارفين الاوميجا 2 باي ان على 60 حيث الان ديت الار بي ام ريفولوشن بير ايه بير مينيت عشان اجيبها ريفولوشن بير سكند، وبضربها في 2 باي عشان تبقى راديان بير ايه بير سكند. اقدر اجيب الباور بتاعتي، اقدر اجيب التورك عن طريق الباور، لو انا عندي الباور والاوميجا اقدر اجيب التورك معايا، لو عندي التورك والباور اقدر اجيب الاوميجا اللي هيشتغل بيها الايه العمود بتاعي بحيث ان هو ما يتعداش حدود التصميم. يبقى الباور اللي منقول عن طريق اي شافت بتساوي التورك اللي ما ايه المنقول مضروب في الايه في الاوميجا بتاعتي. طيب لو رجعنا للشكل ده القانون ده يا جماعه، توزيع التورك الاجهاد القص على المساحه هيبقى عامل ازاي؟ واحد شاطر بقى لو خدنا الترمين دول مع بعض ده هم التي او سوري التاو هتساوي ايه؟ هتساوي التورك في الار على الجي صح ولا لا؟ صح حلو قوي. توزيعه يبقى عامل ازاي؟ افتكر البندنج كده، البندنج كان ام في واي على ايه؟ على الاي صح؟ ايه الفرق بينه وبين البندنج؟ ما هو التورك انا يساوي بتكلم شريحه عباره عن دايره مش مستطيل، مفيش مشكله، بس انا عايز اقول حاجه بس، صيغه القانون كان بيقول سيجما بتساوي الام في الواي على الاي، الام المومنت اللي موجود كبندنج والاي الانرشيا بتاع المساحه. طيب تعالى في الشير تورك في الار على الجي، قال طب ما هو التورك المومنت اللي موجود كشير كتورشن ها والجي عباره عن البولر مومنت في انرشيا، يبقى هيبقى نفس التوزيع، لان الار لو وصلت لصفر الار دي لو صفر القيمه دي هتبقى بصفر ولا لا؟ معايا؟ صح ولا لا؟ صح. الار لو وصلت لصفر ما هي التاو هتساوي الار في التي على الجي، يبقى الار لو بصفر التاو هتبقى بصفر. اذا في السنتر، شوف بقى في السنتر مش على خط، في السنتر النقطه اللي في السنتر فقط هي اللي هيبقى عليها زيرو تورشنال شير، لكن السطح الخارجي بتاع العمود هيبقى عليه ماكسيموم ولا لا؟ ماكسيموم، لان هيبقى التورك في الار كابيتال صح ولا لا؟ هشيل الار واحطها في ار كابيتال، يبقى التاو هتساوي التورك في الار الكابيتال على مين؟ على الجي، يبقى هيبقى نفس توزيع البندنج يا جماعه اهو، هيبقى ماكسيموم فوق وزيرو في النص، لكن في البندنج كان ماكسيموم فوق وزيرو على خط كامل، كان فيه النيوترال اكسس ده عباره عن خط مش نقطه، يبقى النيوترال اكسس في الشير نقطه اللي هو المركز بتاعي السنتر اللي الار عنده بصفر، لكن في الـ في الـ في الـ في البندنج كان النيوترال اكسس عباره عن خط كل النقط اللي هقع على الخط ده البندنج عندها بزيرو، لكن الشير هنا موجود قيمه ماكسيمم، لكن هنا بكام؟ ها في النص بكام؟ زيرو يا دكتور صفر، زيرو
فهمتوا الفرق بين البندنج؟ فهمتوا الفرق ما بين البندنج وما بين الشير في التوزيع؟ البندنج البندنج كان فيه خط كامل لو نيوترال اكسس كله كل النقط اللي عليه كان عليها زيرو سيجما لا عليها لا شد ولا ضغط خط كامل اللي هو النيوترال اكسس محور الخمول لكن محور الخمول هنا عمودي على 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 السبوره بتاعتك كده عمودي فانا واخد نقطه منه واحده بس يبقى اذا في المقطع هي نقطه اللي عندها زيرو شير نتيجه التورشن لكن هناك في البندنج كان خط كامل هو اللي عليه زيرو بندنج مفهومه يا رب تكون وصلت دي شباب تمام لو اشتغلنا على الهولو شافت يا شباب لو جبنا عمود طالما يا دكتور في المركز بصفر طب ما انا اخلي العمود مصمت بدل ما هو مصمت واستهلك ماتيريال طب ما اخليه مجوف من جوه الناس معايا في الحته دي انا في التصميم عايز ايه عايز اداء وخفيه يعني عايز العمود يبقى يقوم بالفانكشن بتاعته ويبقى برضه خفيف عشان خاطر يوفر لي في الوقود فانا هعمل ايه هدرس الهولو شافت لو انا خدت شافت هولو يعني اجوف من جوه مجوف يعني وعملت عليه تورشن هيبقى شكله عامل ازاي بص كده انا عارف ان ايه القانون بتاع الشير كتورشن تورك على الجي تاو على الار جي سيتا على ال معايا طيب الجي للهولو شافت عباره عن باي على 32 الدي اوت اس 4 ناقص الدي ان اس 4 في مشكله في دي يا جماعه شغل الاستاتيكا تمام الدي اوت دايمتر والدي الايه الانسايد دايمتر لو انا خدت الدي ان بنص الدي اوت في التصميم بتاعي قلت انا هخلي الدي ان نص الدي اوت وعوضت هنا يطلع التاو ماكسيمم بتاع الهولو شافت معايا كده يساوي 1.7 من التاو بتاع السوليد شافت معايا يا جماعه تمام يا دكتور معايا كده فين يا دكتور بس معلش تاني انا جبت العمود المصمت وحسبت التاو ماكسيمم اللي عليه طلع ب 16 تي على باي دي اس 3 فاكرينها دي في السلايد اللي قبل كده قمت شايل العمود المصمت دوت وجايب عمود مجوف له قطر خارجي وداخلي وحسبت التاو ماكسيمم اللي عليه طلع التاو ماكسيمم اللي عليه كهولو بعد ما شلت الجي وحطيتها بباي دي اوت اس 4 ناقص دي ان اس 4 ل 32 يطلع لي 1.7 اللي هي 66,000 مضروبه في 16 تي على الباي دي اس 3 طب ما هو ده بتاع مين؟ ها؟ مش ده بتاع السوليد شافت؟ صح ولا لا؟ شباب معايا كده يبقى اعلى منه شويه اعلى منه بمقدار كام 7% لان انا عارف ان السنتر بتاعي ما عليهوش شير طب انا اخليه مصمت ليه طب اخليه اجوف وخلاص معايا كده تمام طب تعالى نشوف الريدكشن في الويت قد ايه انا وفرت في الوزن قد ايه هعمل ايه هجيب وزن الاولاني في الكثافه ووزن الثاني في الكثافه واشوف النسبه ايه النسبه بتاعتي قد ايه الريدكشن في الويت قد ايه معايا كده يعني دي مش مهمه عندي قوي حته الريدكشن في الويت هقول يا جماعه ده الدي اوت الدي ام بيساوي نص الدي اوت هحسب المساحه بتاعتي واضربها في الطول ال لو انا واخد طول طول ال من الاثنين سواء سوليد او هولو شافت وبعدين اقول عباره عن ايه مساحه المقطع بتاعي مضروبه في الطول ادي الحجم في الكثافه بالنسبه لايه الهولو شافت يطلع معاك 75 باي على الأربعة دي أوت تربيع مضروب في ال في الرو بتاعتي طب السوليد شافت الوزن بتاعه أو الكتلة بتاعته كانت مساحة المقطع في الطول قد الحجم في الرو طب ما هي هنا يبقى أنا وفرت ربع ولا لأ؟ ها؟ مفهوم يا شباب؟ تمام مفهوم الحتة دي؟ يبقى أنا وفرت ربع الوزن وهشيل نفس الإجهاد يبقى يديني كفاءة أعلى صح ولا لا؟ أكيد تمام يبقى أنا وفرت 25% من الإيه؟ من الكتلة بتاعتي تعال بقى نشوف الستريس سترين كيرف بقى
الستريس سترين كيرف اللي موجود في الايه في التورشن. في الشد والضغط كان عباره عن تغير في الطول على الطول يديني السترين، والفرصه على الاريا كان يديني الايه الاجهاد. لكن هنا لا، هيبقى التويستنج مومنت على المحور الراسي وعلى المحور الافقي الانجل اف ايه اوف تويست، ان المكنه بتاعتي بتقيس زوايا وبتاثر بتورك، التورك بيزيد مع الوقت فتقدر ايه شباب. لو سمحتوا يا جماعه الناس تخش تكتب اسمها قدامكم دقيقتين، تخش تكتب اسمك على الجروب. الجروب مقفول، الادمنز بس اللي بيكتبوا فيه. ما انا لسه هفتحه لكم، اصبر. المندوب بتاعكم موجود؟ ايوه شباب. افتح لهم الجروب، خلي كل واحد يدخل يكتب اسمه. هو الواتس اللي معايا في مشكله مش عارف افتح. حلو، سبب مقنع. فين السيتنج يا شباب؟ فتحته يا دكتور؟ فتحته خلاص. قدامكم دقيقه كل واحد يدخل يكتب اسمه يا شباب. مش الجروب ده يا دكتور للاسف، مش عارف ايه. محدش دخلني الجروب ده. ابعت لي انت رساله على التيم. تمام خلاص، ابعتها لي حالا. ما شاء الله كل ده موجود، امال اللي بيرد واحد او اتنين ليه؟ ماشي، ابعت لحضرتك الرساله على التيمز يا دكتور. ابعتها على التيمز او ابعتها رساله خاصه على الواتس، مفيش مشكله. يبقى تاني يا شباب، في التويستنج او في التورشن، اختبار التورشن ده بيور شير، انا بقيس تويستنج مومنت اللي هو التي بتاع الكابيتال اللي كان موجود في القانون، وبقيس الزاويه بتاعتي بتاعه التويست. هيطلع لي كيرف زي ما انت شايف كده. هشتغل على كل الخواص اللي انا اشتغلتها في الشد والضغط والبندنج، المقاومه القصوى، ها الالاستيك، المودلس اوف ريجيديتي، كل حاجه هنجيبها تاني. تعال نشوف كده. عايز اجيب الالاستيك شير سترينث التي اي، عايز اجيب الالاستيك شير سترينث، عايز اجيب التاو مقاومه القص المرنه اللي انا عايز اشتغل عليها في التصميم، لان انا عارف ان التصميم كله في منطقه المرونه، وبرجع كمان لتحت شويه لو انتم فاكرين عن طريق الفاكتور اوف سيفتي. بقول ان التاو اي التاو الاستيك يعني اجهاد القص المرن، اللي انا لو شلت الحمل اللي موجود العمود هيلف يرجع في للوضع بتاعه الانيشال تاني، هيساوي التويستنج مومنت الالاستيك اللي هو نهايه الخط المستقيم تقريبا، مضروب في الار بتاع العينه بتاعتي نص القطر الخارجي، مضروب على الجي. معايا كده؟ يبقى الالاستيك شير سترينث التي او التاو اي هو عباره عن الاجهاد بتاع المدى المرن، اكبر اجهاد يشيله في منطقه المرونه قد ايه، اللي هو بعدها يخش في الايه في البلاستيك زون. جميل، يبقى انا هجيب الام تي اي من الكيرف بتاعي معايا كده، اضربها في الار على الجي، اقدر اطلع على طول ايه التاو اي او الالاستيك شير ستريس. طب الستيفنس، ها الصلابه يا جماعه، الصلابه في الشد كانت بتقاس بايه، بمعامل ايه؟ ها شباب، معامل المرونه. معامل المرونه هنا برضو معامل المرونه بس في الشير. عايزين تسموه المودلس اوف ريجيديتي، تمام، لو معامل الجساءه بالعربي، او معامل المرونه للقص المودلس اوف الاستيستي اوف شير. الجي بتاعتي هتساوي الام مضروبه ام تي مضروبه في ال مقسومه على الجي في السيتا. بس انه سيتا وانه ام يا دكتور؟ اي ام واي سيتا موجود على الالاستيك زون اللي هي في المنطقه المرنه على الخط بتاعك. معايا؟ يبقى هتاخد اي ام تي موجود على الخط والسيتا المقابله بتاعها، بس السيتا بتاعتك ايه؟ لو هي بالديجري على الكيرف تحولها بالايه؟ بالراديان. مفهوم يا شباب؟
تمام يا دكتور. تمام. برضو لو انا عندي خواص الشد اقدر اجيب منها المودلس اوف ريجيديتي، دي علاقه بتربط ما بين معامل المرونه في الشد والمودلس اوف ريجيديتي وبويسونز ريشيو او نسبه بواسون اللي هي النيو. الجي بيساوي الاي على الاثنين واحد زائد النيو. يعني لو ما عنديش المودلس اوف ريجيديتي وانا محتاجه في التصميم وما عملتش اختبار قص تورشن للعينات بتاعتي وعندي خواص الشد ممكن اكتفي بيها، اجيب المودلس اوف ريجيديتي عن طريق المودلس اوف بلاستيستي، ما فيهاش مشكله بالعلاقه دي. دي برضه هتتحفظ لان هستخدمها كتير مش دلوقتي في المواد اللي جايه سواء ستريت اناليز او ديزاين. الريزيليانس الرجوعيه، فاكرين الرجوعيه كانت بتقاس بايه؟ بمعايير الرجوعيه المودلس اوف ريزيليانس، دي كميه الطاقه اللي موجوده في المنطقه المرنه اللي هي مساحه ايه؟ مثلث عباره عن نص القاعده في الايه؟ في الارتفاع. ولما بقول معاير لازم اسمع الحجم، معلش دي ايه؟ ثواني كده. ايه في الجروب بقى يا باشمهندس؟ ثمانية المندوب؟ حاضر. اقفل. يبقى معاير الرجوعيه هيساوي ايه؟ المساحه تحت المنحنى عباره عن ام تي في البروبوشنال ليميت بتاع البروبوشنال ليميت في السيتا بروبوشنال ليميت على الاثنين معايا؟ دي نص القاعده في الارتفاع، نص القاعده بتاعتي في الارتفاع. القاعده بتاعتي عباره عن السيتا بروبوشنال ليميت والارتفاع هو عباره عن الام تي بروبوشنال ليميت. لو قسمتهم على الاي ال اللي هو حجم العينه بتاعتي هجيب المعاير بتاع الرجوعيه اللي هو الطاقه لوحده الحجوم. طيب البلاستيك سترينث او بيسموه برضو المودلس اوف فراكشر في التورشن اللي هو تاو التيميت اللي هو اكبر اجهاد قص ممكن تشيله العينه قبل الكسر لغايه مثلا عندها كسر، يعني هيساوي الام تي الالتيميت، هتيجي على الكيرف وتجيب اكبر قيمه عزم مؤثر اللي هي كانت الفورس الالتيميت في الشد الام تي التيميت. لو رجعنا للكيرف كده اهو اهي الام تي التيميت اكبر ام موجوده، يعني بفضل ماشي بالمماس كده لغايه ما يمس الكيرف بتاعي تبقى دي ام تي التيميت معايا. اهو الام تي التيميت مضروبه في الار على الجي بتاعتي. جميل. بس في حاجه يا دكتور، ده حضرتك كنت بتقول ان التاو على الجي سوري التي على الجي اللي هو القانون الثلاثي. القانون الثلاثي ده كان بيتطبق في المدى المرن، احنا دلوقتي في المدى الايه؟ ها؟ لما اقول التيميت يبقى مدى ايه؟ بلاستيك. دول ازاي هطبق عليه؟ ازاي هطبق فيه القانون؟ ده بستخدمه للمقارنه بس بين المواد. لكن ما بستخدموش كابسوليوت، كقيمه مطلقه. معايا؟ لان انا عارف ان التاو القانون هو التاو على الار بيساوي الام على الجي، اللي هو الترك على الجي، ده بيطبق في المدى المرن، احنا طبقناه هنا للمقارنه فقط، يعني باخد انديكيشن عن مقاومة المواد مقارنة ببعضها في الايه؟ في التورشن كالتيميت فقط. لكن ما بستخدموش كابسوليوت. طيب الدكتيليتي. الدكتيليتي بتاعتي ممكن اخدها تقريبيا عن طريق الزيادة في طول الالياف الخارجية. مش احنا كنا بنقول لو انا عملت خط على سطح العينة وعملت تويست على العينة، الخط ده طوله هيزيد ولا لا؟ ها؟ اه. هيزيد. ممكن اقيس الزياده في الطول ده كانديكيشن عن الدكتيليتي في الشير. معايا كده؟ يبقى الدكتيليتي بتاعتها ممكن اجيبها منين؟ اجيبها من حاجتين، يا يعني اما الالياف الخارجيه بتاعتي طولها زاد بمقدار قد ايه، او اجيب السيتا ماكسيموم بتاعي اكبر سيتا موجوده. ده صح برضو ده صح. معايا؟ بس كقيمه تقريبيه اقدر اقول عباره عن ال داش ناقص ال على ال مضروبه في 100. حيث ال ال ده عباره عن الاوريجينال لينس بتاعي، وال ال داش ده الايه؟ الطول النهائي للايه؟ للفايبرز عند الكسر. ماشي يا شباب؟ تابعين؟ تمام ماشي. تمام. طب الطفنس بقى، فاكرين الطفنس عباره عن ايه؟ ها؟ الشيء اللي بيقدر يخزنها لحد الكسر. كويس جدا. يبقى دي كميه الطاقه اللي تقدر العينه تعملها ابسوربشن قبل ما يحصل الكسر.
طب ولو قسمتها على الحجم يديني معاير لايه؟ المتانه المودلس اوف تافنس. هو عباره عن ايه بالنسبه للدكتايل ماتيريال؟ احنا عارفين شكل الكيرف اللي هي كانت مساحه شبه منحرف تقريبيا، ها اليلد والالتيميت على الاثنين مضروب في السيتا ماكس، دي المساحه. لو قسمتها على الاي ال يبقى اديني المودلس اوف تافنس. طيب بالنسبه للسيمي دكتايل اولموست نفس القانون البريتل، بس كنا بنقول تلتين الام تي في الايه في السيتا ماكسيمم، وهتقسم هنا برضو على هقسمها هنا برضو على الاي ال. ده خطا عندي معايا يا شباب. نفس شغل الشد والضغط بالظبط، التفنس هي تفنس هنا هي هنا، الكيرف مرسوم بايه، بجيب المساحه تحته واقسمها على ايه على الحجم بتاعي. مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. تمام. شكل الكسر بالتورشن يا شباب، لو انت خدت عمود زي ده وعملت عليه تورشن وخدت المعين اللي مرسوم ده، هتلاقي فيه شير. لو انت عملت التويست، السطح ده هيتحرك لفوق والسطح ده هيتحرك لتحت، هتلاقي فيه اجهادات يا جماعه، هتلاقي فيه قص وفي اجهادات عموديه، ودي هناخدها في الاستريس اناليسيس بس اعرفها دلوقتي. يعني هتلاقي فيه قص عليه تورشن، وفي في مناطق او في مستويات مايله بحيث ان بيحصل عليها اجهادات نورمال كمان، فتلاقي الشير في الدكتايل ماتيريال بالشكل ده معايا، والقص اللي هو كسر القص في المواد البريتل زي الطباشير مثلا. فاكرين انتوا الطباشير بتاع زمان ده كتاب على السبوره؟ لو انت مسكت صابع منه كده وعملت تويست عليه هتلاقي ان كسر نفس الشكل ده. بتلاقي سطح الكسر بتاع يا جماعه ناعم من مكان وخشب من مكان. المنطقه اللي هو ناعم فيها ديت دي بدايه حدوث الكسر، نتيجه الانزلاق على بعضها بتنعم نفسها، لكن في النهايه بتبقى منطقه خشنه. حتى في الدايركت شير تلاقي برضو مناطق ناعمه اللي حصل عندها الانيشيشن بتاع الكسر، وفي النهايه خالص خلاص المنطقه دي ما عادش قادره على تحمل الحمل اللي موجود، فبيحصل انفصال نتيجه النورمال ستريسز، فتلاقيها اكنها حصل عليها شد، فيها مناطق خشنه ومناطق ايه ناعمه. معايا يا شباب؟ مفهوم؟ طب تمام. اتفضل. الجزء الثاني برضه نفس الخشن اللي ورا والخشن في الاول والناعم في الاول والخشن في الاخر. هنا برضه في الدكتايل نفس الموضوع. يبقى جزء ناعم وجزء خشن. ده نتيجه الحركه نفسها، حصل خضوع هنا وبدا الكسر. بدأ يحصل كراك نتيجة الحركة مكملة في جزء لسه ملحوم من العينة، ده ينعم نفسه وده انفصال نهائي يبقى خشن، يحصل أكنه شد بالظبط. الجزء اللي كان متصل معاه أصلا إيه؟ الجزء اللي كان متصل معاه، لا ما هو ده خشن وده خشن، ما هو الناحيتين بيبقوا خشنين. تمام. ما هو مش معقول هيبقى فيه ناعم وقابله في النص التاني بتاع العينة يا خشن، هتيجي إزاي؟ لا ده السطحين الناعمين قبل بعض، يعني لو جيت تحط النصين العينه قبل بعض كده لازم تحط الخشن قبل الخشن والناعم قبل الناعم. مش ده اللي بتسال فيه؟ ايوه يا دكتور. تمام؟ لا الاثنين نعموا بعض. هتلاقي السطح ده مقابل ليه في النص الثاني من العينه ناعم برضه. والخشن قبل الخشن فوق. تمام يا شباب. معلش يا دكتور مش فاهم بس حته ليه بيكون ناعم وليه بيكون خشن؟ ثاني الشير ده عباره عن قوه ممسيه صح ولا لا؟ تمام. جميل قوي. اللي بيحصل في الكسر دايما بيحصل ايه؟ السطح بيحصل عليه شرخ والشرخ ده بينمو. تمام. جميل كده. المنطقه اللي حصل فيها الشرخ ديت نتيجه الانزلاق، لو انت حاطط ايدك على بعضها كده وبتعمل دوران، المنطقه اللي اتكسرت هيحصل احتكاك بينها وبين بعضها فتنعم نفسها. تمام معايا؟ لكن لسه في منطقه فيها اتصال، العينه لسه ما انكسرتش. ده يحصل فيلير نهائي نتيجة الانفصال عن بعضه، فتلاقي السطح بتاعك خشن، ما لحقش سطحها يبقى ناعم. ما لحقش تحتك. العينة خلاص انكسرت. فاهمني؟ يعني أي سطح ناتج عن الشد بيبقى خشن؟ بيبقى خشن. حد تاني عايز يسأل يا شباب؟
مفهوم يا جماعه الشير؟ تمام. كدايركت وكتورشن. تعالوا بقى كده وانتم معايا. بص كده معايا الاختبار التورشن بيتم ازاي. هتخش على القيد، تجيب الماتيريال سترينث لاب، الليست اوف اكسبيرمنتس، هتنزل تحت خالص هتلاقي التورشن تيست على المايلد ستيل، على السيميوليشن، دي المكنه بتاعت اللي بيحصل عليها تورشن اهي، المكنه بتاعت اللي بعمل عليها اختبار التورشن، العينه بتاعتك موجوده، بتروح على السهم تتك عشان يقيس، بيقيس القطر بتاعها، القطر بتاعها 11 12 من 100 ملي، بعد كده بيقيس طول العينه. الناس متابعه معايا؟ حضرتك يا دكتور. الجيج لينس بتاعك اللي هو طول القياس اللي هيحصل عليه التورشن 190 ملي، بيجي على السطح الخارجي اهوت يعمل العلامه بتاعتك عشان خاطر يشوف لو عايز يجيب الدكتيليتي معايا، عايز يشوف التويست بقى حصل تويست قد ايه. هتحط العينه بتاعتك، هتفتح الجريبات الاول، نازل الجريب بتاع المكنه، العينه بتاعتك بتشيلها كده تحطها في قلب المكنه، هتقفل عليها، ده باور سكرو يا جماعه بيطلع وينزل، ده باور سكرو. العينه خلاص بقت متثبته في مكانها، هتبدا تشغل المكنه، ده الكيرف اللي بيظهر لك على الكمبيوتر بتاع المكنه. شايف الخط المستقيم بقى عامل ازاي يا شباب؟ لغايه ما حصل فراكشر اهو، الخط المستقيم بقى اكنه حلزون، اكنه سنه حلزون على سطح العينه. طبعا عدد الحلقات دي يزيد كل ما الماده تبقى دكتايل، لكن لو كاست ايرن مثلا مش هتلاقي، هي هيحصل توست صغير ويحصل كسر على طول. الخطوه اللي بعد كده ده الكيرف اهوت، لو انت عايز تعمل زوم على اي منطقه بتعمل زوم عشان تشوف الشكل عامل ازاي، عايز احسب المودس اوف السيستم. لاحظ معايا ان هنا بالديجري يا جماعه، هحولها الريدن وانا شغال الحسابات. هتيجي هنا في الجدول بقى بيديك الانيشال دايمتر انت قيسته بايدك، والجيج لينس موجود، تقدر تجيب الجي اللي هي البولر مومنت انيرشيا، تقدر تحسب اليلد من الكيرف، تقدر تجيب المودلس اوف رابشر اللي هي الالتيميت تاو، تقدر تجيب المودلس اوف ريجيديتي معايا، ده اللي هتملى بيه الكراسه بتاعتك. مفهوم يا شباب؟ كدكتور لما بنعمل تشيك بيطلع ايرور كبير عندنا. ما هو بيعمل تشيك على القيم بتاعتك صح ولا غلط؟ يعني القيم اللي هو بيطلعها هي المظبوطه. معايا؟ تمام. حد عنده اي سؤال في الشير؟ يا دكتور هو في الهالو شافت، هو انا كل ما قل كل ما اكبر القطر الداخلي يبقى العزل تعكر؟ اعمل لي ديت كده وشوفها. اعملها يعني خلي القطر الداخلي مثلا 3 ارباع. ايوه. معايا كده، شوف هيزيد معاك ولا هينقص. تمام يا شباب. ماشي؟ طيب. الخميس الجاي عندكم حاجة؟ عايزين ناخد محاضرة الخميس الجاي. عندها سكاشن. سكاشن هتخصها كام؟ كل سكشن مختلف عن التاني. أنا عارف يعني طول النهار سكاشن صح؟ المفروض بس الموعدين بيغيروا مواعيد وكده. طب الأربعاء. سكاشن برضه. طيب. طب لو احنا خليناها بعد صلاة التراويح إن شاء الله. يوم الخميس. أوقات بيكون في سكاشن في الوقت ده يا دكتور. برضه. طيب انا هظبطها مع المعيدين واعرفها. احطوط للدكتور. دكتور. انا بس الغياب من حيث اكتب اسمي معلش.
ده كويس، ده كويس، حلو انك ما لحقتش تكتب الاسم كويس. ها الميعاد يا جماعه بتقولوا ايه؟ ممكن ايه؟ ممكن يبقى امتى؟ الخميس او ايه؟ دكتور